انطلاقة الشوط الثاني للثنايا قعدان الرابع في المجموع، والكلمة تنتقل لزميل الكريبي بن جابر، أتمنى لها التوفيق ولكم أجمل وأسعد اللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أسعد الله مساكم بكل خير وسرور، كما أشكر الزملاء الذين سبقوني بالإذاعة، سعد بن متع العتيبي، حمد بن محمد الزعبي، ومحمد بن بريك المري، وأنا بدوري أتواصل بانطلاقة الشوط الرابع لهذا السباق المحلي الخامس من مرحلته الثانية، وانطلاقة للشوط الرابع للقعدان بانطلاقة الشعارات والأسماء. وكما أهني مالك السعدية سعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني والمضمر سالم بن فاران المري على حصولها على المركز الأول في الشوط الرئيسي، وأيضا أهني مالك صوغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على حصوله على المركز الأول في الشوط الرئيسي للقعدان، والثانية موصولة لمالك غزة صاحبة أفضل توقيت بتوقيت زمني وغدرة 9 دقائق 36 ثانية وستة أجزاء من الثانية، الثاني موصولة لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني، والثاني موصولة لسالم بن فاران المري. انطلقت فعاليات انطلاقة الشوط الرابع وانطلاقة الأسماء، وهنالك المركز الأول والصدارة، ومقدمة هذا الشوط يتواجد هنالك مطران على الصدارة وعلى المقدم لعبد الله بن عبد بالفعل مطران على المركز الأول لعبد الله بن عبد المطلب بن صالح على الصدارة وعلى المقدمة وعلى انطلاقة مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني وثاني المراكز هنالك التواجد والانطلاقة من قبل شاهين على ثاني المراكز، ينطلق بقيادة مبارك بن راشد بن ذلاب الهاجري على المركز الثاني. المركز الثالث وثالث المراكز يتواجد ظبيان مع محمد بن علي بن جرحب المري مع المركز الثالث. المركز الرابع ورابع المراكز هنالك المتواجد والمنطلق والمندفع بدوره على ما أتوقع بأنه برزان. المركز الرابع ورابع المراكز برزان لعبد الله بن منصور الرشيدي مع المركز الرابع والمركز الخامس، هنالك التواجد من قبل عجلان لسعادة الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني مع المضمر علي بن حمد بن جرحب المري، هنالك بانطلاقة عجلان مع المركز الخامس. خمسة أسماء وخمسة نجوم أذعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام، وأعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى المركز الأول والقيادة. هنالك مطران من ينطلق مع المركز الأول بانطلاقة الكادر العلوي منطلقا بدوره مع عبد الله بن عبد المطلب بن صالح، هنالك مع الصدارة ومع المقدمة مطران على المركز الأول على الانطلاق لعبد الله بن عبد المطلب بن صالح السوداني، هنالك على الانطلاق الأول وعلى السيطرة وعلى القيادة، يريد أن يذهب بالسلامات إلى أهالي جمهورية السودان إن حالفه الحظ بانطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني وثاني المراكز هنالك التواجد والانطلاق من قبل ظبيان مع محمد بن علي بن جرحب المري مع المركز الثاني وثاني المراكز، بن ثلاب يأتي مع المركز الثالث مع شاهين المبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري مع انطلاقة ثالث المراكز. المركز الرابع ورابع المراكز أتى مرضي، انطلق مرضي مع المركز الرابع بانطلاقة لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي بعملية التضمير، ويتسلل بدوره إلى المركز الثالث وبطريقه إلى الصراع وإلى القوة. المركز الرابع ورابع المراكز يتواجد هنالك شاهين من يحلق بدوره مع المركز الرابع ومع المرتبة الرابعة لمبارك بن راشد بن ذلاب الهاجري مع رابع المراكز. المركز الخامس وخامس المراكز هنالك أول ندى لشاهين من ينطلق مع المركز الخامس، من يندفع مع المرتبة الخامسة، شاهين والشعار البرشلوني هنالك بقيادة سعد بن عنزان النعيمي مع المركز الخامس ومع خامس المراكز. النداء الثاني ومن بعده أعود بحضراتكم إلى الصدارة إلى المقدمة لأراشل جرى
اللي صار مع الصدارة والتغيرات التي جرت مع المركز الأول. ظبيان انطلق بدورة مع الصدارة مع القيادة السليمة نحو ناموسي هذا الشوط. محمد بن علي بن جرحة بالمري مرافقا لظبيان هنالك بانطلاقة الظبا وبانطلاقة الصدارة وبانطلاقة المركز الأول. المركز الثاني أتى مرضي وانطلق بدورة من المركز الرابع حتى الثالث حتى الثاني وانطلق بدورة إلى المركز الأول. مرضي لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع المضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. هنالك من يندفع بمرضي إلى الصدارة من يتحمل القيادة والريادة هذا الشوط. المركز الثاني ظبيان محمد بن علي بن جرحة بالمري مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل شاهين مع سعد بن عنزان النعيمي مع المركز الثالث. المركز الرابع ورابع المراكز وصل أشكر انطلق أشكر مع المركز الرابع لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني والمشاغب يديره بعملية التضمير محمد بن خالد العطية مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع المضمر سعيد بن محمد بن إبراهيم هنالك مع المركز الخامس ومع خامس المراكز. وترقب المفاجآت والانطلاقات ما خلف الخمس المراكز المتقدمة. هنالك أسماء مميزة ومعروفة ومألوفة لدى الجميع خلف الخمس المراكز المتقدمة وترقبوا دخولها إلى عالم النداء وإلى عالم الإذاعة وللصراع وللقوة. أعود مع المركز الأول أعود مع السيطرة أعود مع الريادة مع القيادة مو مع مرضي 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 مرضي. هنالك على الصدارة مرضي مالك مع المقدمة ومع الانطلاقة لهجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعملية التضمير. يتواجد برفقة مرضي أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي ولكن بن جرحب مع المركز الثاني ومع ظبيان محمد بن علي بن جرحب المري. وركز ابو جاسم هنالك بانطلاق الظبيان مع المركز الثاني. المركز الثالث وصل اشكر مع المركز الثالث لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية بعملية التضمير. هنالك اول اسم يتدخل مع عالم الاذاعة يتدخل في عالم النداء والاذاعة. هذا الاسم من الاسماء التي قلت لكم ترقبوها. هنالك ظبيان وصل مع المركز الرابع انطلق ظبيان مع رابع المراكز وأول ندى لظبيان لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهب الدكتور بغنيم سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد هنالك سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وعملية التضمير لدى سعيد بن محمد بن إبراهيم مع المركز الخامس ومع خامس المراكز. أعود إلى مقدمة هذا الشوط أعود مع الانطلاق مرضي من افتتح الكيلو الأخير كيلو العمليات كيلو الصراع كيلو القوة يا كيلو ما بعدك إلا الناموس. الله 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 مرضي مرضي على الصدارة على الانطلاق لهجن الرئاسة التابعة لدورة الإمارات العربية المتحدة أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي بعملية التضمير. أشقر على المركز الثاني سعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع محمد بن خالد العطية مع المركز الثاني والمركز الثالث. هنالك ظبيان محمد بن علي بن جرحة بالمري مع انطلاقة ظبيان مع المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام صراع الأبطال صراع الأقوياء صراع الأبطال بالفعل. مرضي على المركز الأول على الانطلاق الأول لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي ولكن بن جرحة مع المركز الثاني ومع ثاني المراكز مع ظبيان محمد بن علي بن جرحة بالمري مع المركز الثاني. ثنائية على الصدارة ثنائية على المقدمة الناموس حليف من مرضي وظبيان ظبيان ومرضي. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي يا سلام يا سلام يا سلام ظبيان ومرضي مرضي على الصدارة على المقدمة على الانطلاق الأول اللحظات الأخيرة. وسلام سلامي وتحياتي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى عاصمة الميادين. سلام أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي على حصول مرضي على المركز الأول. مركز ظبيان لمحمد بن علي بن جرح المري المركز الثالث. سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم المركز الرابع.
ظبيان لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني، والمركز الخامس أشقر لسعادة الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفة الثاني مع المركز الخامس الثاني. والتبريكات نزفها للجميع، وحظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ بانطلاقة هذا الشوط وبانطلاقة الفترة المسائية. التوقيت الزمني ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس مرضي بتوقيت زمني وقدره 10 دقائق 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية الثاني. والتبريكات لهجن الرئاسة التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتالي بوصول لأحمد بن بطل الماجد الخيلي المركز الثاني كان غدو من قبل ضبيان بتوقيت زمني وقدره 10 دقائق 8 ثواني 3 أجزاء من الثانية الثانية. والتبريكات نزفها لمحمد بن علي بن جار حبل المري وما قصر ضبيان المركز الثالث، وثالث المراكز كان الغدوم من قبل سلهود بتوقيت زمني وغدره 10 دقائق 9 ثواني 5